قال مسؤول إن طهران لن تعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى 4 شهور، كما هو منصوص عليه في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق. في غضون ذلك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستعلن اليوم أو غدا عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي. ظاهرش قد لا تبدو هذه الخطوة ثالثة دراماتيكية للغاية، لكنها في جوهرها مهمة. أعتقد أن هذه الخطوة ستكون أهم خطوة سنتخذها، والتي ستكون آثارها غير عادية. هذا يعني بعد صدور المرسوم اليوم أو غدا، فإن الوكالة الدولية للطاقة النووية سوف تسرع أنشطتها بسرعة من أجل تحقيق أهدافها. حول هذا الملف انضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الصحفي والمحلل خالد مصطفى. أستاذ خالد، يعني هل يمكن أن نقول بأن هناك تضارب في التصريحات الإيرانية؟ نرى تصريحات متعاقبة تختلف بين اليوم والآخر حول هذه المحادثات التي ربما، يعني قبل أيام نافت طهران بأنها على استعداد لخوض أو فرضت شروط من أجل أن تخوض محادثات مع واشنطن. اليوم تتغير اللهجة، كيف تقرأ ذلك؟ هي ليست تصريحات متضاربة ولكنها تصريحات متسرعة وفيها نوع من الابتزاز للقادة الأوروبيين. هناك تفاوض جدي ما بين ماكرو وروحاني وجواد ظريف على خفض التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة، والنقاط الخلافية كانت بين الطرفين وصلت إلى 20 نقطة في الأيام القليلة الماضية. قد تقلصت هذه النقاط إلى 3 نقاط خلافية، لكن الإيرانيين دائما متعجلون، وهناك زي ما حضرتك قلت تضارب في التصريحات وتسرع في التصريحات ما بين عباس قاريجي اللي هو نائب وزير الخارجية الإيراني وحسن روحاني اليوم. عباس في سلوفينيا بالأمس صرح بأن إن لم يكن هناك فتح خط ائتماني بقيمته 15 مليار دولار عن ال4 أشهر القادمة حتى نهاية 2019، من الممكن أن يكون، لو توجد هذا الخط الائتماني من الممكن أن تسير إيران في طريقها. لكن هذا منصوص عليه في المسودة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالفعل منصوص، لكن هناك عدم التزام جدي من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني متعجل، الجانب الإيراني يثير العديد من المشاكل في منطقة الخليج العربي، الجانب الإيراني يسبب مشاكل للقوى الدولية، الجانب الإيراني يدعم المنظمات الإرهابية في عدد كثير من الدول العربية. لذلك القادة الأوروبيون يتصرفون مع الجانب الإيراني بمنتهى الحذر. ولكن ما سرب منذ دقائق أن فرنسا وافقت فقط أن تعطي خط ائتماني لإيران قدره 5 مليارات دولارات، وهذا ما رفضه الرئيس روحاني. وأعتقد هو ده اللي عمل دروب في التصريحات المتسارعة ما بين نائب وزير الخارجية والرئيس، لأن نائب وزير الخارجية قال إن لم تسير الأمور على المنحة الجيد ويكون هناك اتفاق كامل بأن تعود صادرات النفط إلى العهد إلى سابق عهدها وتعود إيرادات النفط كاملة. لكن أستاذ خالد، يعني تهديدات حسن روحاني بأن بلادها ستعلن اليوم أو غدا يعني عن خفض التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، هل هي تأتي في سياق التهديدات فقط أم ربما تترجم على أرض الواقع؟ أنا كنت لسه حاجة لحضرتك على النقطة دي، هي تهديدات وابتزاز في نفس الوقت. مساعد وزير الخارجية قال إن لو الأمور لم تمشي في الطريق السليم من الممكن أن نبدأ السبت إعلاننا عن الخطة للمرحلة الثالثة للتقليص من الالتزامات النووية. النهاردة حسن روحاني صباح اليوم صرح تصريح وقال من الممكن أن يكون هناك انفراج مع الدول الأوروبية ومن الممكن أن يكون هناك حل في الأفق. من منذ حوالي ساعة صرح تصريح مختلف تماما عن تصريح الصباح الباكر. هو التضارب اللي حضرتك قلته والتصرف في التصريح، وقال من الممكن أن نبدأ اليوم أو غدا نعلن موعد المرحلة الثالثة لتقليص البرنامج النووي، وهذا هو ابتزاز رسمي. نعم، وصلت الفكرة. الصحفي والمحلل خالد مصطفى كنت معنا عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.